بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية. نبدي محاضرتنا بمادة الإحصاء الرياضي المرحلة الثالثة الفرع التطبيقي. بالمرحلة أو بالمحاضرة السابقة أخذنا الإحصائية المرتبة للنوع المستمر، وأخذنا قانون دالة كثافة الاحتمال الهامشية للإحصائية المرتبة واي جي، وأخذنا دالة كثافة الاحتمال المشتركة للإحصائيتين مرتبتين، وأخذنا مثال واحد. اليوم راح نكمل ناخذ أمثلة أخرى عن مادة الإحصائية المرتبة. المثال رقم 2، لو كانت عندنا 3 إحصائيات مرتبة Y1 Y2 Y3 من توزيع له دالة كثافة الاحتمال f of x يساوي 6x و x بين 0 و 1، أريد دالة كثافة الاحتمال للإحصائية المرتبة Y1 وأريد دالة كثافة الاحتمال الإحصائية المرتبة Y3. بما أنه قانون مالتنا لدالة كثافة الاحتمال الإحصائية المرتبة جي واي جي يساوي لنا مضروب ال n، جي ناقص 1 مفكوك، n ناقص جي مفكوك، دالة التوزيع واي جي للأس جي ناقص 1 في 1 ناقص دالة التوزيع واي جي للأس n ناقص جي في دالة الكثافة اف اوف واي جي، والواي جي بين ال a وال b مثل ما قلنا، ال f capital هو دالة التوزيع وال f small هو دالة الكثافة، والصفر في حالات أخرى. راح ناخذ جي مرة واحد ومرة ثلاثة، يعني مرة حاخذ الإحصائية المرتبة الأولى ومرة آخذ الإحصائية المرتبة الأخيرة مثل ما أخذنا قوانينها بالمحاضرة السابقة. فعندما تكون إحصائية مرتبة الأولى جي واحد واي واحد راح تساوي لنا n في واحد ناقص دالة التوزيع للإحصائية المرتبة واي وان n ناقص واحد في دالة الكثافة واي وان، وقيمة واي وان هي بين الـ a والـ b. اللي ما حافظها يقدر يحفظ قانون الجي جي جي واي جي ويعوض بدل الجي واحد. اللي عندي بالسؤال حجم العينة 3، جي قيمتها 1، دالة الكثافة هو 6x، المطلوب هو دالة التوزيع. شلون هستخرجها؟ دالة التوزيع هي احتمالية x capital أقل أو تساوي من x small، يعني تكامل لأن هو مستمر لدالة الكثافة f w d w. هنا بس غيرنا المتغير فقط للتمييز، لأن حدود التكامل راح تكون بها x. كل القيم اللي أقل من x، أنا القيم مالتي هي بين الصفر والواحد، فأقل قيمة هي الصفر، أعلى قيمة دائما x دائما في كل الأمثلة، أعلى قيمة بدالة التوزيع هي x، تبقى أقل قيمة حسب السؤال. بما أن الفترة مالتي بين الصفر والواحد فأقل قيمة عندي راح تكون صفر، راح تساوي لنا تكامل من صفر إلى x دالة الكثافة 6 w d w، أكاملها راح يطلع لي 3x تربيع. إذا صار عندي كل المعطيات موجودة، أطبق القانون السابق لإحصائية المرتبة واي واحد، راح يصير n في واحد ناقص دالة التوزيع بدل x راح أخلي واي وان، 3y1 تربيع للأس n ناقص جي، يعني 3 ناقص 1 في دالة الكثافة 6y1، هي 6x بدل x أخلي y1، 6 في 3 18 y1 في 1 ناقص 3y1 تربيع للأس 3 ناقص 1 هي 2، y1 بقت بين 0 و 1. راح تسألوني ليش بقت ال y1 نفس الفترة؟ لأن هي ال y1 وال y2 وال y3 هي نفسها x1 وx2 وx3 بس ترتبة، يعني ما تغير المدى بقى نفسه. زين، يريد الإحصائية المرتبة الثالثة يعني الأخيرة. حجم العينة ايش قد عندي؟ 3. الجي ايش قد؟ 3. دالة الكثافة عندي 6x، دالة التوزيع 3x تربيع. أطبق القانون الإحصائية المرتبة الأخيرة أو أعوض بالقانون السابق أبو جي، بدل كل جي أخلي n، راح يطلع لي جي n واي n يساوي n في دالة التوزيع واي n الأس n ناقص 1 في دالة الكثافة f of واي n، وقيمة واي n هي بين ال a وال b، والصفر في حالات أخرى. إذا نعوض ال n ايش قد؟ 3. دالة التوزيع ايش قد؟ 3x تربيع، حصل 3y 3 تربيع، يعني بدل كل x راح اخلي ايش قد هسه؟ y 3. في دالة الكثافة اللي هي 6x يعني 6y 3. 3 في 3 تربيع يعني 9، 3 في 9 27، في 6 54،
واي 3 اس 4 واي 3 اس 1 يصير واي 3 اس 5 واي 3 قيمتها تبقى بين الصفر والواحد لان قلنا نفس قيم x. المثال الثالث، لو كانت عندي خمس احصائيات مرتبة من واي 1 الى واي 5 لتوزيع له دالة كثافة الاحتمال f of x تساوي e اس سالب x وقيمة x هي بين الصفر والواحد. اذا كان z1 تساوي y2 وz2 تساوي y4 ناقص y2، اثبت ان z1 وz2 تكون مستقلات. نناقش هذا السؤال، اريد اثبت انه z1 وz2 تكون مستقلات، يعني اطبق قانون جي z1 z2 يساوي دالة كثافة الاحتمال للz1 في دالة كثافة الاحتمال للz2، هاي حسب تعريف الاستقلالية اللي اخذناها بالاحتمالية العامة. زين دالة كثافة الاحتمال المشتركة للز1 والز2 وينها؟ موجودة بالسؤال؟ لا. على ماذا يعتمد الز1 والز2؟ ده يعتمد على y2 والy4. إذا لازم أطلع دالة كثافة الاحتمال المشتركة للy2 والy4 وبعدين أحولها للز1 والز2. من ده أقول ده أحولها، يعني إيش ده أستخدم؟ ده أستخدم طريقة التحويل. يعني هذا السؤال ضم الموضوعين، طريقة التحويلات وطريقة الإحصائية المرتبة. نبدأ بالسؤال الحل. دالة كثافة الاحتمال المشتركة للواي اي والواي جي تساوي ن مضروب الان اي ناقص واحد مفكوك جي ناقص اي ناقص واحد مفكوك ان ناقص جي مضروب بدالة التوزيع للواي اي اي ناقص واحد دالة توزيع واي جي ناقص دالة توزيع للواي اي للأس جي ناقص اي ناقص واحد في واحد ناقص دالة توزيع الواي جي، كتبوا هنا جي الأس ان ناقص جي في دالة الكثافة الاحتمال الواي اي في دالة الكثافة الاحتمال الواي جي، والواي اي اقل من واي جي بين الاي بين البي. خلينا نشوف اللي موجود عندي. حجم العينة عندي خمسة، الاي هي واي تو يعني قد الاي اثنين، وجي هي واي 4 يعني قد جي 4. دالة الكثافة عندي هي اي اس سالب اكس، طبعا دالة الكثافة اي اس سالب اكس هذا التوزيع الاسي بالمعلمة واحد وهو نفس توزيع جاما بالمعلمة واحد واحد، جربوا وشوفوا. دالة التوزيع ما عندي نستخرجها، دالة التوزيع هي احتمالية اكس كابيتال اقل او تساوي من اكس سمول، يعني تكامل لدالة الكثافة f of w d w، قيمة التكامل من أقل قيمة هي الـ x وين صايرة بين الصفر وإنفينيتي، يعني أقل قيمة شقد إلها؟ صفر، أعلى قيمة دائما قلنا x. أكامل تكامل من صفر الـ x e سالب w d w راح يصير واحد ناقص e سالب x. تكامل بسيط فقط، نضرب ونقسم بالسالب ونعوض قيمة التكامل راح يطلع لي بناتج. أعوض بقانون دالة كثافة الاحتمال المشتركة، بدل كل N 5 والآي 2 والجي 4 ودالة الكثافة هي مو E وسالب X، إذا أحتاجها للواي I أقول E وسالب Y 2، إذا أحتاجها للجي أقول E وسالب Y 4. دالة التوزيع هي 1 ناقص E وسالب X، إذا أحتاج دالة التوزيع للواي الثانية أقول 1 ناقص E وسالب Y 2، إذا احتاج للتوزيع للإي الواي أس 4 راح يصير 1 ناقص إي أس سالب واي 4، يعني مجرد راح أعوض بالقانون السابق. ولا تنسون ما دام إحصائية مرتبة يعني مرتبين واي 2 أقل دائما من واي 4 وقيمتهم اثنيناتهم بين الصفر والإنفينيتي. بفتح المفكوك وتبسيط المقدار راح نلقي دالة كثافة الاحتمال المشتركة للإحصائية المرتبة واي 2 واي 4 راح يصير 120 واحد ناقص اي اس سالب واي 2 الاس 2 ناقص 1 يعني 1، هنا الواحد راح يروح ويا الواحد يبقى لي اي اس سالب واي 2 ناقص اي اس سالب واي 4 الاس 4، يعني 4 ناقص 2 2 ناقص 1 1، هنا ايضا الواحد راح يروح ويا الواحد يبقى لي اي اس سالب واي 4 5 ناقص 4 اللي هي 1 في اي اس سالب واي 2 في اي اس سالب واي 4، واي 2 والواي 4 وحده اقل من الثانيه وقيمتهم بين الصفر والانفينيتي. زين طلعنا دالة كثافة الاحتمال المشتركة للواي 2 واي 4، بس انا شريد اريد زد 1 وزد 2، اذا راح اسوي التحويل. التحويل يحتاج جاكوبيان ويحتاج احول،
بما انه z1 تساوي y2، يعني y2 هي z1، هاي الدالة الاولى بالz1 وz2. بما انه z2 تساوي y4 ناقص y2، يعني y4 راح يصير z2 زائد y2، اشيل y2 اخلي z1، احصل y4 بالz1 والz2، هاي الدالة الثانية بالz1 والz2. الجاكوبيان هو المحدد، شوف حسب المتغيرات اللي عندي، انا عندي y2 y4، y2 اشتقها للz1 واحد، اشتقها للz2 ماكو اللي هي صفر، عندي y4 هي z1 زائد z2، اشتق الy4 للz1 واحد، اشتق الy4 بالنسبة للz2 واحد، احسب المحدد واحد في واحد واحد ناقص صفر يطلع واحد. فضائل معالم A هو كل الأزواج المرتبة، الإحصائيات المرتبة y2 y4، وy2 أقل من y4 وقيمتها بين الصفر والإنفينيتي. البي هي كل الأزواج المرتبة z1 وz2، z1 هي نفس y2، يعني تبقى قيمتها بين الصفر والإنفينيتي. z2 هي y4 ناقص y2، إحنا إيش قلنا؟ قلنا y2 أقل من y4، دائما راح آخذ y2 أقل من y4، فإذا y4 صفر y2 هم صفر طرحهم صفر. إذا أخذنا y4 infinity ناقص صفر راح يطلع infinity، ما يصير آخذ ال y2، دائما y2 أقل وهي قيمتها لو صفر لو infinity. إذن راح يصير y4 ناقص مرة صفر y4 ناقص الانفينيتي. زين راح تصير قيمة z2 راح تصير قيمتها بين الصفر والانفينيتي. اذا الدالة المشتركة للz1 والz2 هي نفسها الدالة المشتركة للy1 y2، بس اعوض بدل الy2 z1 z2، بدل الy4 z1 z2. في الجاكوبيان تعويض بالمعادلة السابقة، فقط أشيل كل شيء بي واي 2 واي 4 أخليه زت 1 زت 2، وأضربه بالجاكوبية راح يطلع لي 120 إي أس سالب 4 زت 1 في 1 ناقص إي أس سالب زت 1 في إي أس سالب 2 زت 2 في 1 ناقص إي أس سالب زت 2، والزت 1 هي بين الصفر والإنفينيتي، والزت 2 بين الصفر والإنفينيتي. هسه شو نريد؟ نريد الدالة دالة z1، h1 z1 هو التكامل الدالة المشتركة للz1 z2 بالنسبة لمن؟ إلى z2. الدالة الحدية للz2 هي التكامل الدالة المشتركة للz1 z2 بالنسبة لمن؟ إلى z1. أكامل وأعوض حدود التكامل بالنسبة للدالة اللي آخر وحدة طلعناها الدالة المشتركة، راح يطلع لي 20 اي سالب 4 z1 1 ناقص اي سالب z1 z1 بين صفر وإنفينيتي. أريد أطلع H2 Z2، راح أكامل الدالة المشتركة بالنسبة إلى Z1، أطلع شنو اللي ما له علاقة بZ1 اللي هو Z2 وأكاملها، راح يطلع لي 6 إي سالب 2 Z2 1 ناقص إي سالب Z2 Z2 بين الصفر والإنفينيتي. إذن الدالة المشتركة H سميتها Z1 Z2 راح تساوي الدالة الأولى لZ1 في الدالة الثانية Z2، إذن حقق الشرط الاستقلالية، إذن Z1 وZ2 تكون مستقلات. عندنا هسه هومورك، لو كانت عندي ثلاثة إحصائية مرتبة من الحجم ثلاثة إلها دالة كثافة الاحتمال واحد، قيمة الإكس بين الصفر والواحد. إذا Z1 هي Y3 ناقص Y1 وZ2 تساوي Y3، اثبت إنه Z1 وZ2 تكون مستقلات، نفس تقريبا الحل السابق بتغيير الدالة والإحصائيات المرتبة، ولا هي نفس الفكرة مال المثال السابق.